أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة العفاسي الدينية والتي تهتم بتلاوة القرآن الكريم وأيضا عرض الأنشيد بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. قناة العفاسي هي قناة دينية تبث من داخل دولة الكويت، وتبث قناة مشاري العفاسي على العرب سات والنايت سات في كثير من أوقات صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان من داخل الكثير من المساجد في الكويت أو المسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجد الحرام. تردد قناة العفاسي، تردد قناة العفاسي الجديد على العرب سات والنايل سات 2022. في البداية التردد على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 10727 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 5-6 الجودة ST، التشفير مجاني. إذن تردد قناة العفاسي 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 10727 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 5-6 الجودة ST. إذن تردد قناة العفاسي على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 10727 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 5-6 الجودة ST. الآن ننقل لكم التردد على العرب سات، التردد 10758 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 4-3. إذن التردد 10758 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 4-3. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة العفاسي على النايل سات والعرب سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.